هنا في مكان التوغل الإسرائيلي في المناطق الغربية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكما تشاهد الدبابات الإسرائيلية التي انسحبت من هذه المنطقة مخلفة خلفها الكثير من الدمار وأيضا القصف الإسرائيلي الذي طال كل مناحي الحياة في هذه النقطة تحديدا في مدينة خان يونس في المناطق الغربية. كما تشاهد هذه المخازن التي تتبع لبعض المؤسسات الإغاثية وأيضا بعض المباني التي تقدم الرعاية الأولية وأيضا المشافي ومشفى الخير على وجه الخصوص، وكذلك حرم جامعة الأقصى في المنطقة الغربية لخان يونس والتي وصلتها الدبابات إلى هذه النقطة وقامت بتجريف السور الخارجي وأيضا أطلقت الرصاص والقذائف المدفعية على هذا المبنى الذي ترونه في الصورة. قالوا اخلوا المناطق هذه كلها مع مجمع ناصر لأن هذه منطقة قتال وسوف يتم نسف هذه المنطقة بالكامل. فقمنا على سرعة وقامت النساء والأطفال في الطريق، وذهبنا من مجمع ناصر في هذه المنطقة وكانوا اليهود عاملين حاجز. هنا بعض المواطنين يحاولوا تفقيد منازلهم وتفقيد بعض الأماكن التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في ساعات صباح هذا اليوم بعدما توغل هذه النقطة لأكثر من أسبوع متواصل وهو يقوم بعملية توغل وتمركز هنا على هذه النقطة التي أتوقف أمامها وهي في مدينة خان يونس تحديدا في المنطقة الغربية. لقناتي العربية والحدث، محمد عواد، قطاع غزة.